بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذكا جوكتان كسو دوادة ورباهين ساوث ميديا كوبرايشن تليال عصب أولو مقعابي أيان دير الدساري دونا برنامج كيناسي لايف كاه تليال شاسي عصب دبعا وعاصمة الصومالية مقالة المقدشو محي كان تليال شان لمقعابي تليال شان عصب أحد لمقعابي يعني مدبولي كرتا دعوه التاجن شعبك الصوماليات هوتيل اس واي ال ومالها او امان كبدن الدوله ده يعني شباب با غليللي هي او دد لوغو دعوعي لوغو ديباتيه هانتي لوغو بربريي يعني ما كساري كرتا دوله الصوماليه قيل ان ماركيس امنيغا اسبدل لوغو سميهي او تلياشا سلغيدا وخي لغا بدلاي هذا كدبنا أنا يدي عدونين أنت عسي إن لغو صوكوبة أو شعب كسيدة عسي لغو قنعيو يقولي بددك مرتي دي نوأه أو صومالي الدولة دي دكالميني بيش عالم كي حالة نفر دي أنت عسي مشافين كريسا سو أشا سيادة حوي ويتاقن تحي لكن وحن ربنا إنا كورو مرنو تلياش المقعابي أيان إيق دونا كو تلياها بلايسك دقمدة ورديق لي وحالو مقعابينين قد شاي باشا دودبلي وكتر سن ماركيس هراب ايا لو مقعابي وهوي لمبر لبو تليها بلايس كدقمدا هول وداك وحالو مقعابينين قد شاي باشا عير وهبر قدر اح وهراب وهوي ايا لو مقعابي صدح تليها بلايس كدقمدا هدن وحالو مقعابينين قبيل كسعد قد شاي باشا هبر قدر وهراب وانين هوية افر تليها بلايسك دقمدا هلواء وحالو مقعابي نين قد شاي قبيل كالسرور وباشا ما اركيس هبر قدر كترسن وهراب وهوية الله مستعان لمبرشن تليها بلايسك دقمدا وابري وحالو مقعابي نين قد شاي باشا السليبان اما قبيل كالسليبان وهبر قدر وهراب وهوي هذا ما يدهان سيدو معلن سيدو أو سياسيين تباشا جريروين كترسن أيا كفل عليي مقعابيستان سيدو حولي هاي تلياشا مركي لمقعابي سيدان قبل كبنادر ملقودة جوغا يا قرابو دات كيسو الله دلايا أو بنادريغا أما دنوداك قرابوي سيدان قبل كبنادر ملقوم وده جوجي كرا أو كديكان يعني إن تليه بلايسك ورديق لي لومك عابو ددبلي تليه بلايسك دقمده هو الوداك إن لومك عابو عير تليها بلايسك دقمده هودن إن لومك عابو سعد تليها بلايسك دقمده هلواء إن لومك عابو سرور تليها بلايسك دقمده وابري إن لومك عابو سليبان معني أفرته برقدري أدير كود كليه إن لومك عابو آوي صومالي دي كالي عاصمتي صوماليا إلا صومالي أو نمبا مال قشطي أو دقن أو عشور دي بيسا سواشا سو اسوي دينا إياه آوي در آوي داروت آوي ديقل يمرفل آوي دن وداك سيدو حولي هاي في رقارة سليبان هل قري حتى دقمدا وابري كمالهن وحكا الاسكابة داي يعني سليبان حولي هل قري حتى دقمدا وابري كمالهن صليقين إساق الله مقا عادي What's going on here waxay ka dhigan tahay degmada dhuusamareeb oo loo magacaabo nin u dhashay majeerteen ama daarood ama nin u dhashay dir ama nin u dhashay digli iyo mirifle ama nin jareer weyne ah oo taliyaha saldhiga degmada dhuusamareeb loo magacaabo oo kale ka dhigan tahay degmada waaberi waaberi asalkeedu waxa la dhijiray boola eelay meel kaliya qabiil loogu magac daray digli iyo mirifle waxa weey waaberi ayaa lambar 1 ka ah waaberi سياد برا أبيحي لكن مركا ربولة ألا يبال لي جري يا مامول كذا إسكالي سو دادك إسكالها ماهن ديغلي مريفلي مركا معني سيدو حولي حسوسين كابها جرير معني سياسين تجرير أولا جيدا مركو صهر استاقايو والليباح إسكاليقايو أو نهاي حسن شيط وان بلاني وحبو نوم مقعابا يا تلي يدقمو إيقا قاسية فرينتاس وحو waxaa ku dhahdaa cirka roob ka sugeysa oo aadan alle bariye iyo dagaal u gelin
يعني حسن شيخ قام بلاني إنه تليال نامك عابو عركات روب كسوق يسابو يرو بريا الله يددل أذن أقلم به كذي كان تاعي سيدو سيدا سولي مجال هذا مقدسه سيدو خلاه ما أرك يسمع عني دباتا كتاعن هل كلو يقانو دكدة دباتا كتاعن جنا عصتدي لون تالو دقي عشورات كي ولوسي بدي يدو الدولة الدمل الجديد عشور تمر كي هري بقول كي بقول أي كذي كان الدون كضل عشور بقول كي بقول معني لقد جاي متجر أن هين ضل كصومالية جارهان مجال هذا مقدسه هذا بقى جناح ستدي عبانيسا سدان أي كل واقعيان أوليهين جناح ستدو حيلين أنا وعشورتي أولنا لصاري عشور كسي سيادة أيها هذا ندوش أنا لصاري إسلام الله من قبطة جناح ستدي وحي كدولة يان ماركيس أنا وسيدا من قبطة دعوت بي بنانك كان سدان waxay u cabanayaan dawladda Soomaaliya ka cabanayaan shacabkii ayay u cabanayaan bal aan u dhageysano oo aan ganacsatadan dawladda aan ka soo macnaheedu dibka lagu hayo waxaan rabnaa marka cid waliba oo ay qusayso ganacsada Soomaalida lacag ku soo rogay waxaan la sheegay scan ila ganacsiga la marsiyo aan naga bixi karin digada magaalada Muqdisho saasna lacag dheeraad ah lagu soo rogay waa ku aan ganacsatada magaalada oo cabanayso waxaan rabnaa marka cid waliba oo ay qusayso oo ugu horeey madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka maaliyadda dakadii ganacsatada iyo dawladda u dhaxeysay oo ay dawladda canshuurta looga qaadayo ganacsatada canshuurta ay ku qaadanayso qasnadeeda ay wax ugu shubanaysay ganacsatadana badacadeeda ay kala baxaysay dib badan ku yimid dakadii waxay isku bedeshay fawdo shakhsiyaad oo aanan sharci ahayn oo aan dawladda aan ka soconin oo lacagahaas ay qasnada dawladda aysan ku dhaceynin ayaa 24 ka saac arqaladeen iyo culaysi ku haayo waxa soo labeeyo shirkada Alberg liiraado oo ganacsatada service ka qaadato oo ay heshiis ku galeen inay ku tenderkooda ay ugu shaqeyso 24 ka saac nin allaala ninkii dakada dan kale ayadoo soo maraya wuxuu leeyahay ganacsatada ku tenderadeeda rikaatay waxaadna ku rikaataysaa lacagta nuucas ayagoo aanan bixinin inaadan shaqo u qabanin annaga wasaaradda maaliyadda canshuurta u soo shubnay oo dawladdi ka soo garbaxnay oo meel waliba soo marnay geedbaaskii ugu dambeeyay oo ku tenderka ku baxayay oo meeshii nasiinada ganacsiga ninka ganacsatada u dhahay bas wax kuuma dhinna ayay u fadhiiseen qoladii Turkida Alberg ayagoo rag kale oo shakhsiyaad ay ka turjumaanayo waxaanina waa ka soo tagnay dikeedu waxay xiran tahay maalintii labaad waxaanu xiran tahay wax aan fahmi weynay waxa loo yaqaano chief oo chak waxa la yiraahdo ay xiran tahay ninka sabalan oo kansaday beesa ku rabaa dowladu waa ama garanayno in dowladu ogoshahay ninka ma kanaqan laakiin anagu albaaban garaacnay waana furmi waaye dakadii laba maalin ayaan waxeenay bixi weynay waa ka soo baxan dakadii aan taaganahay dakad maanta labaad xiran tahay waa bil ramadaan waa soomanahay kulay badan waa jiraa dabon garaan war waa furmi waayay waxaan ka codsanaynaa cid ay qusayso ma soo koobi karo cid ay qusayso inay dakada maareeyaan waxa aan ka cabanayno oo ah lacago dheeraad ah oo dakada lagu soo rogay oo aan dadka ganacsatada ah aysan qaadi karin culayskaas ayaan kala shirnay kadib markii aan la kulannana wuxuu noo sheegay inuusan wax uu ka galo aysan jirin hawshaas iyadaana inaanan kala hadlin waliba markii aan aad isugu celcelinay wuxuu naga codsaday inuusan hawshaas gelinin annaguna inaanan kala hadlin sidaas darteed annagoo ah ganacsatada gobolka Banaadir waxaan cabasho ka nahay lacagaha dheeriga ah ee dakada magaalada Muqdisho lagu soo rogay oo aanan awoodin lacagahaas inaan qaadno ama aan maaragtay alaabta dul saarno ayadoo meel loo shaqeeyay meel laga shaqeeyay midna aysan jirin sida aad ogtihiin magaalada Muqdisho dakada magaalada Muqdisho alaabta ka baxda afgooye markay u sii socoto waxay sii martaa ugu yaraan 3 checkpoint ay sii martaa 3daas checkpoint oo ay sii martana lacag ay ku dalacaan dakada gudaheedana lacag badan looga dalacaa mar labaad lacag dheer iyo waxa lagu soo dalacay aan dakadu aysan alaabtu aysan qaadi karin waxaan cod dheer ku sheegaynaa madaxda dawladda iyo cidii ay qusaydo
إن أنا عبشكنا هاي لعجها دكده مجال هذا مقدش اللي جوسه الرجعي أو يجوه الرئيس أو بعشر إسكان كله يقانه أنا عزت دوني وياه دولة دي حسن شيخ محمد واقع شعب كي النفط على قول دبي بونت الله فريستي دولة دي شق أبور ماله بل يردي شق الله ما هايو ضدك ماله وشق التجار ماله جناسيجي عشورة بقولك بقول على قد دقي هدنا دكدي الله فريستي إربورا الله فديا جدتك الله فديا إسبارة تالا لعجي أنت أسا معني ضدك اللي قول دقي نور المجرتو مركشان يتمان كي مي ضدك دورتي حسن شيخ محمود وحنوم ملاين يا شعب كصومالي إنك إنكار سدين واقع جوين كينا تلياشو حلوم جعابيا إسلاموريان دولة دي ما متعلو صومالي ما متعلو معنية أفر دي بيحشان تلقوه شيء ملي مركا هدي يدو سيدان أي تهي معنية هاد حال كان وجيدنو هدي حسن كورن دستور كجعنت اللوغري أودو دان محابي عدونا صومالي كتشوابة رمضان مبارك موقال كان موقال كحيقكور فردوسا